موجز السابعة من الإخباريات السورية، أسعدتم مساء. ذكر مراسل الإخباريات في حمص أن مجموعة من خرجوا من حي الوعر اليوم بلغ 131 مسلحا، إضافة إلى 119 شخصا من عوائلهم. جاء ذلك مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق لجان التسوية في الحي، تمهيدا لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين دعوا لجلسة مجلس الأمن حول سوريا أمس دعما للتنظيمات الإرهابية في سوريا. وأوضح المعلم في مقابلة مع قناة الميادين تبث كاملا في وقت لاحق أن الأمريكيين لا يستطيعون فصل تنظيم جبهة النصرة عن الجماعات المسلحة لأنه العمود الفقري لها، مبينا أن الغرب يرمي المسؤولية على روسيا لخداع الرأي العام لأنه هو من مول ودرب وسلح الإرهابيين. جدد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني خلال لقائه في طهران رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس استمرار إيران في تقديم دعمهما السياسي والاقتصادي لسوريا لتعزيز صمودها في محاربة الإرهاب. وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد جلسة مباحثات بينهما، ندد الجانبان بالعدوان الأمريكي على موقع للجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب، وأكد أن هذا العدوان هو خدمة للإرهاب والإرهابيين ويفضح الادعاءات الأمريكية بمحاربتها للإرهاب. جددت موسكو التأكيد على أنها ما زالت متمسكة بالحل السياسي للأزمة في سوريا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة لم ينجح بتطبيق التزاماته فيها، كما أن واشنطن لم تعد تلعب مؤخرا دور الرئيس المشترك المحايد للمجموعة الدولية لدعم سوريا. في خبرنا الأخير، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أكد أن مكافحة الإرهاب في سوريا يجب أن تحافظ على آفاق التسوية السياسية للأزمة فيها. وأعرب بوغدانوف عن تأييد روسيا لتفعيل عمل فريق المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا، وأضاف أن إجراء محادثات مباشرة بين وفد الجمهورية العربية السورية ووفود المعارضة هو تكليف منحه المجتمع الدولي ديمستورا. نهاية الموجز، شكرا لحسن المتابعة، بأمان الله.